هل تؤيدون حزبا من الأحزاب في الانتخابات؟ الآن لا أؤيد أي حزب من الأحزاب في الانتخابات، إذ لم أرى حزبا قائما على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كان من قبل في مواقف إذ كنت أحكي الوجهين، الآن أعتزل تلك الانتخابات وأنا لن أشارك فيها، ولا أرى شرع الله عز وجل يطبق الآن ولا يقترب من تطبيق شرع رب العالمين سبحانه. والذي اخترته لنفسي ولإخواني أن نسلك المسلك الذي سلكه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مسلك الخليل إبراهيم وقبله نوح عليه السلام وبعده موسى كليم الله وبعده عيسى ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو تعلم ديننا والدعوة إلى الله والدعوة إلى هذا الدين بالحكمة والموعظة الحسنة قدر جهدنا وقدر استطاعتنا. وليس معنى كلامي هذا أنه لا سياسة في الدين ولا دين في سياسة، كلا، بل الدين فيه سياسة، وإنما هو قصور في فهم معنى السياسة. لا تظن أن السياسة قاصرة على انتخابات أو دخول مجالس محلية أو مجالس شعب، السياسة هي قيادة الناس، فأنت في بيتك سائس لأسرتك. وأسماء كانت تسوس فرس الزبير، والوزير سائس لمن هم تحت يديه، والرئيس سائس للناس، وكل صاحب عمل سائس لعماله. فمفهوم السياسة أوسع من أن تكون تلك الانتخابات، إنما الذي أتدين الله به أن أسير على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، بعيدا عن الشعارات العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والماركسية. فرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وقد سبق البيان الواضح مرارا في شأن الدساتير، وأحد إخواني يقول نشارك أهل الديانة. إذا كنت تقصد بأهل الديانة الذين سعوا لترسيخ الدساتير فأخالفك في الرأي، بارك الله فيك. هذا الذي أتدين الله عز وجل به، وهذا الذي أدعو إليه إخواني، التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله والدعوة إلى ذلك. فهذا السبيل الذي سلكه الأنبياء وجرب غيره فلم يرى أنه أجدى، والله أعلم.